يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة العبد إذا قام بعمل مصادم لكمال التوحيد هل يخرجه من 70,000؟ نعم، إذا كان هذا الذنب أو المخالفة تنافي كمال التوحيد الواجب فإنه لا يكون من 70,000. وكذلك حتى ولو كان الكمال المستحب إنما يكون موحدا ناقص التوحيد ولا يكون كامل التوحيد حتى يترك المعاصي الكبائر والصغائر. نعم.